فهذا الحديث المسلسل بيوم عاشوراء. حدثنا به الشيخ شيخ الإسلام والمسلمين المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى ورعاه في يوم عاشوراء. قال حدثنا به الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا الشيخ أخبرنا به الشيخ عمر حمدان المحرسي في يوم عاشوراء. قال حدثني به السيد علي بن طاهر الوتري المدني في يوم عاشوراء. قال أخبرني أحمد بن منة الله الأزهري في يوم عاشوراء. قال أخبرني به محمد الأمير الكبير في يوم عاشوراء. قال وأخبرنا به الشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري والسيد عبد المحسن رزوان في يوم عاشوراء. قال أخبرنا العلامة سيد محمد أمين رزوان المدني في يوم عاشوراء. قال أخبرني العلامة حسن العدوي الحمراوي في يوم عاشوراء. قال أخبرني محمد الأمير الصغير في يوم عاشوراء. قال أخبرني أبي محمد الأمير الكبير في يوم عاشوراء. قال أخبرني الشهاب أحمد الجوهري في يوم عاشوراء. قال أخبرني عبد الله بن سالم البصري في يوم عاشوراء. قال أخبرني الشمس محمد بن العلاء البابلي في يوم عاشوراء. قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري في يوم عاشوراء. قال سمعت النجم محمد بن أحمد الغيطي في يوم عاشوراء يحدث عن أمين الدين محمد بن أبي الجود بن أحمد بن عيسى بن النجار إمام جامع العمري كذلك في يوم عاشوراء. قال أخبرنا الفخر محمد بن محمد السيوطي بقراءة الحافظ عثمان الديمي يوم عاشوراء عن أبي الفرج أبي الشحنة يوم عاشوراء عن أبي المحسن عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش عن الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري عن أبي حفص عمر بن طبرزد عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري ابن محمد الأنصاري عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري عن أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد بن أحمد بن كيسان عن أبي يوسف القاضي عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن سعيد الزماني عن أبي شازة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. آپ دوہرا دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے بھائی. تو ہمیں 10 محرم 1419 جامع دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں ظہر کے بعد حضرت نے اس کی اجازت عنایت فرمائی تھی. تو حضرت کی طرف سے یہ جو ہمارے پاس ایک نعمت ہے ایک سعادت ہے آپ کی اس میں شریک ہو جائیں ان کے لیے اور ہمارے لیے آپ دعا فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم حدیث کی برکات نصیب فرما دے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب